الشوط القادم، والشوط القادم يضم نخبة قوية من فئة الجعدان، ما هي إلا لحظات وثواني معدودة. ويعلن مراقب انطلاقة الشوط عن حركة الشوط السادس لفئة الجعدان، وعلى البركة بدت الحركة، على البركة بدت المسيرة في شوطنا السادس. ينطلق الشوط السادس، ويا ويلكم يا أهل الجعادين، نازل عليكم نزلة القوة والناموس. أشوف قعود معروف ومميز وشعاره أيضا مميز مشارك في هذا الشوط، نعلن عنه في وقت لاحق مع هذه الانطلاقة. ما نبغي نحرق الشوط من البداية، ولكن نستلم مقدمة الشوط ونذهب إلى الصنافي محمد بن مبارك بن حجي الصغير القبيسي الذي يتقدم مع المركز الأول والمركز الثاني مبخوت. محمد بن عيد الكوس الفلاسي شاهين بالمركز الثالث، سالم بن عبيد بالسعودي من يقدم لنا شاهين بالمركز الثالث. أما المركز الرابع أقول هناك شاهين محمد السلطان بن سعيد المالكي، والمركز الخامس شاهين سالم بن مسلم بن حمرور العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الاندفاع، والنعودة مع المركز الأول، النعودة مع الصنافي محمد بن مبارك القبيسي الذي يتقدم بالمركز الأول، وعنده أيضا من يتابع في هذا الشوط بالمركز الثاني. يقول مبخوت محمد بن عيد بالكوس الفلاسي الذي يتقدم بالمركز الثالث. أما المركز الثالث أشوف يا عبد الله المركز الثالث القادم هذا الذي يأتينا شاهين سالم بن مسلم بن حمرور العامري، والمركز الرابع يتراجع. ولكن بدت المعركة الثلاثية بين الأبطال، ولكن مبخوت روح عن الجعادين. يا ويلكم يا أهل الجعادين، هو من تقدم، هو من أيضا نال على شرف المركز الأول. تهانينا والناموس لمحمد بن عيد بالكوس الفلاسي. أما المركز الثاني الصنافي محمد بن مبارك القبيسي. أما المركز الثالث وعندنا ايضا شاهين سالم بن مسلم بن حمرور العامري. هذه النتيجه ايها الحب الكريم مشاهدينا متابعينا الاعزاء. التوقيت الزمني دقيقتين و14 ثانيه هو التوقيت الزمني الذي تحقق في هذا الشوط. افضل توقيت عندنا عبد الله اليوم في سباق الفهيدي الشاذلية صاحبة الشوط الأول لحمود بن سلطان بن راشد العويسي. التوقيت الزمني دقيقتين وسبع ثواني هو التوقيت الأفضل الذي دون عندنا تو بعد قبل الشوط هذا دقيقتين وسبع يابا. أنا أعتقد نعم نفس التعادل، شيء عادل التعادل بينهم، شيء عادل في التوقيت. تهانينا والناموس لكل الفائزين. هكذا مشاهدينا الأعزاء استمتعنا بأحلى أشواط، وناخذ فاصل ونتواصل في الشوط القادم مع زميلي عبد الله بن مسعود الزرعي.